التراجعات الكبيرة في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في حالة ارتباك كبيرة في الأسواق. أكثر هذه الارتباكات كان في أسواق السيارات والأجهزة المنزلية وأسواق الذهب. بالنسبة لأسواق السيارات، العديد من معارض السيارات والعديد من شركات السيارات بدأت تغيير اتجاهاتها وتخفيض أسعارها، لكن المستهلكين بيروا أن مستويات أسعار السيارات لازالت قياسية ولازالت مرتفعة ولازالت تفوق قدراتهم الشرائية. وبالنسبة لسوق الأجهزة المنزلية، شاهد هذا السوق أيضا توتر وتقلبات شديدة في أسعاره. هذه التقلبات تسببت في توقف كامل لبعض المعارض المتخصصة في بيع الأجهزة المنزلية عن العمل نتيجة التغيرات في أسعار الصرف. هذه المعارض بترى أن التغيرات في أسعار صرف الدولار والجنيه تسببت ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في حساب التكاليف بتاعتها وحساب السعر أو حساب سعر البيع للمنتج النهائي. وشهدت أسعار بيع الذهب في الفترة الأخيرة انخفاض ربما وصل إلى 100 جنيه في كل جرام. هذا الانخفاض تسبب أيضا في حالة ارتباك بالنسبة لمحلات بيع الذهب وبالنسبة أيضا للمستهلكين الراغبين سواء في البيع أو الشراء. بعض المستهلكين الراغبين في البيع أو الشراء فضل الانتظار قليلا توقعا لمزيد من انخفاض أسعار الذهب، والبعض الآخر يبادر إلى الشراء ويهرول إلى الشراء استغلالا للفرصة القائمة. وسواء هذا أو ذاك، فإن من قرر تأجيل الشراء على حق ومن قرر أيضا البيع على حق، لأن السعر مرشح سواء لزيادة أو للارتفاع أو للانخفاض خلال الفترة المقبلة، لأن أسعار الصرف الحالية بتشهد متغيرات كبيرة وقد يواصل السعر التراجع وقد يثبت عند مستوى معين قد يقترب من 15 جنيه للدولار الواحد.